السلام عليكم متابعي قناة اتش دي فيلم الكرام. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك نحو وجه شخص تحبه مهما كانت صفاته. وبيبدأ فيلمنا النهاردة مع غوين مخرجة الإعلانات الناجحة، وهي بتقنع زميل هدف بأن الإعلان اللي بيصوروه مع بعض لازم يضيفوا فيه قدر من الإثارة عشان يجذب انتباه الناس، وفعلاً بيعجبهم الشغل أكتر لما بيعدلوه، وبيبان إنها محترفة في شغلها. وبيبلغ هدف إن الوكالة اللي شغالين فيها عينتهم مع بعض تاني في إعلان لمخبز هيتم بعد أجازة راس السنة، وبيسألها عن خططها للأجازة، فبتبلغه إنها تقضيها في حفلة مع حبيبها أليكس، وبعد أسبوع هتقيم حفلة كبيرة لعيد ميلادها الـ30، وبتبقى متحمسة بشكل غريب، ولكنها ما بتحبش تكلمه عن السبب. وفي يوم راس السنة بتجهز لها صديقتها مية اللبس اللي هتلبسه، وبيتضح إن سبب حماسها إنها متأكدة من إن أليكس هيعرض عليها الزواج النهاردة. ولما بتنزل معاه بيتضح إنه شغال مقدم برامج عن أخبار الطقس، وبيبقى باين عليه إنه ما بيفكرش غير في نفسه. وقبل ما بيدخلوا سوا لمكان الحفلة بيوقفها، فبتظن غوين إنه هيعرض عليها الزواج دلوقتي، لكنه بينبهها من وجود روج على أسنانها. ولما بيدخلوا الحفلة ما بيكونش مركز معاها ومشغول في الكلام مع الناس، لكنه بيروح لها وبيطلب منها يخرجوا وبيديها مشروب، فبتفضل تبص فيه على أمل إنها هتلاقي خاتم الزواج جواه، لكنها بتتصدم لما ما بتلاقيهوش، وبتعرف إنه جابها هنا عشان يهرب من شخص في الحفلة مش عايز يقابله، وبيطلب منها يدخله تاني. ولما بتقابل مية وبتحكي لها اللي حصل، بتقول لها مية إنه أكيد منتظر يتقدم لها في عيد ميلادها عشان يكون كل أصدقائها حاضرين العرض، فبتقتنع بكلامها. وفي يوم عيد ميلادها بيحتفلوا بيها زمايلها في الشغل، وبتلاقي أليكس بعت لها ورد، فبيسخر ديف منه، وفي أثناء كلامهم بيقطعهم زميلهم بروس وبيبلغهم إن ممثلة الإعلان رافضة تاكل البسكوت اللي هيعلنوا عنه لأنها ما بتاكلش كربوهيدرات، لكن غوين بتقدر تسيطر على الوضع وبتقول لهم إنها أقنعت الممثلة إن البسكوت اللي بتاكله غني بالبروتين. وفي أثناء عملها بتتفاجئ كل شوية بهدية مختلفة مبعوثة من أليكس، فبتفرح باهتمامه بيها، وبتجهزها مية تاني في يوم عيد ميلادها، وبيتأكدوا إن أليكس هيعرض عليها الزواج النهاردة لأنه عازمها على العشاء قبل الحفلة في مكان رومانسي. ولما بتقابله بتقوله إنها مبهورة بذوقه في اختيار الهدايا بتاعتها، وبيجي المشروب فبتدور فيه على خاتم الزواج للمرة التانية، ولما ما بتلاقيهوش بتستمر في البحث عنه في الأكل اللي بينزل لها. وبيعجب أليكس بالساعة اللي لابساها، وبتستغرب لأنها كانت هدية من هدايا ليها النهاردة، وبتكتشف إنه خلى مساعدته هي اللي تختار كل هداياه. ولما بتتضايق بيقول لها إنه اختار لها هدية مميزة وبيقدمها لها في علبة، فبتظن إنه خاتم الزواج، ولكنها بتتصدم وبتعرف إنه موبايل على شكل خاتم. وفي حفلة عيد ميلادها بتقوله إنها تعبانة وعايزة تروح، فبيعرض عليها إنه يمشي معاها، فبتقوله إن مية هتوصلها، وما بيصرش عليها وبيكمل هو الحفلة من غيرها. ولما بيوصلوا للبيت بتحكي المية عن القايمة اللي كتبت فيها الأهداف اللي لازم تحققها في حياتها من وهي عندها 13 سنة، وبتعرفها إنها كتبتها يوم وفاة باباها لأن عالمها كان اتدمر من بعده، وعلشان كده بقت بتخطط لكل حاجة في حياتها. وبيتضح إن الحاجة الوحيدة اللي فشلت في تحقيقها من القايمة هي إنها تتخطب في سن الـ30. وفي أثناء ما غوين قاعدة لوحدها في البيت بتتفاجئ بديف على الباب وبيقول لها إنه كان فاكرها في الحفلة وكان ناوي يسيب لها قطعة من البسكوت الغني بالبروتين الخاص بيهم. ولما بيعرف إنها بتحتفل بعيد ميلادها لوحدها من غير أليكس بيطلب منها كبريت، وبيدخل وبيولع عود الكبريت على البسكوت اللي جابه، وبيطلب منها تتمنى أمنية عيد ميلادها. ولما بيسألها عن أمنيتها بتقوله إنها تمنت تشوف حياتها هتبقى عاملة إزاي بعد 10 سنين. وتاني يوم لما بتصحى غوين بتلاقي نفسها مش قادرة تشوف بشكل واضح، فبتروح لدكتور العيون وهي قلقانة من اللي بيحصل لها، فبيطمنها الدكتور وبيحط لها قطرة. ولما بيبدأ في فحصها بتشوف غوين نفسها وهي متجوزة دف وعندهم 3 أطفال، فبتتصدم من إن اللي شافته، وبتكتشف إن نظرها عاد لطبيعته. ولما بتوصل شغلها بتتصرف مع دف بشكل غريب، وبتحكي المية عن اللي شافته لكنها ما بتبقاش مصدقة، لأنها لما شافت نفسها وقتها قالت إن عندها حساسية من المكسرات وهي في الواقع ما عندهاش وبتاكلها عادي، فبتتأكد إنها مجرد هلوسة. وفي أثناء تصويرها الإعلان مع دف بيقترح عليها إنهم يصوروا بـ3 أطفال لأنه شايف إنه رقم مثالي، فبتفتكر الـ3 أطفال اللي شافتهم فبتتوتر وبترفض طلبه. وبعدها بيبلغها إن في عربية هتستخدمها الفترة عشان يعملوا لها إعلان، ولما بتشوفها بتكتشف إنها نفس العربية اللي شافتها وهي معاه، فبتدوخه وبيسندها ديف وبيجيب لها من نفس نوع المكسرات، فبتاكل منها بكمية كبيرة عشان تتأكد إن ما عندهاش حساسية وإن اللي شافته مش حقيقي، لكنها بتتصدم بآثار الحساسية وهي بتظهر عليها، وبتروح للدكتورة مع مية وبتعرف إنها بقى عندها حساسية فعلا
من نوع المكسرات ده. فبتقول لها مية إن أكيد اللي شافته ده رؤية حقيقية لقدرها، لكن غوين مش مقتنعة بكل ده، وبيعدي عليها أليكس لأنهم كانوا المفروض يخرجوا سوا، ولما بيعرف إنها مريضة بيحكي لها عن المواعيد اللي هتفوته لو قعد معاها، فبتطلب منه ما يعطلش شغله عشانها ويروح لوحده، فبيشكرها وبيمشي. وبتتفاجئ بديف بيزورها وجايب لها أكل وجاي عشان يطمن عليها، وبيعتذر لها لأنه حاسس إنه كان السبب. وبتروح غوين لبيت مامتها وبيحضروا مع بعض كيكة عيد ميلادها لأنها ما بتقدرش تحضر حفلتها، وبتحكي لها إنها كانت مخططة إن أليكس يعرض عليها الزواج السنة دي. فبتقول لها مامتها إن الخطط ممكن تتغير مع مرور الوقت، وإنه مش لازم كل حاجة تمشي زي ما هي مخططة لها، لأنها قوية وهتقدر تواجه أي حاجة حتى لو كانت مش متوقعاها. وتاني يوم بتركب العربية اللي هتعمل لها إعلان، وبيبان عليها إنها حبتها برغم إنها مش ذوقها، وبتروح عشان تقابل أليكس وبتحاول إنها تتكلم معاه عن مستقبلهم، لكنه بيبقى مشغول عنها وبيوعدها إنهم هيتكلموا عن مستقبلهم الأسبوع الجاي، وبيقول لها إنه منتظر اللحظة المناسبة للي هي بتفكر فيه، وإنهم هيبقوا الثنائي اللي كل الناس بتتكلم عنه. وبتشوف بعدها في المكان شخص بيحتفل بعيد ميلاد حبيبته وبيعرض عليها الزواج، فبتتأثر منهم وبتمشي وبتسيب أليكس لوحده. وتاني يوم بتحصل مشكلة في التصوير بسبب الطفل اللي بيمثل، وبتتأثر غوين لما بتشوف ديف وهو بيتعامل معاه بشكل لطيف، وبيبلغها ديف إن الإعلان الجاي هيبقى لأكل الكلاب، وإن الوكالة حبت شغلهم سوا عشان كده طلبوا إنهم يشتغلوا مع بعض لفترة. وبتتوتر غوين بسبب خوفها من الكلاب لكنها ما بتقولش. وفي الاستراحة بيعرض عليها ديف إنهم يروحوا مع بعض الحديقة المخصصة للكلاب يوم السبت عشان يتكلموا عن أفكارهم للإعلان، ولكنها بترفض لأنها المفروض هتخرج مع أليكس. ولما بتقابل أليكس وبتفكروا بوعده ليها بأنهم يتكلموا عن مستقبلهم النهاردة، بتعرف إنه نسي وارتبط بمواعيد شغل ولازم يسيبها ويمشي دلوقتي. فبتروح لدكتور العيون وبتطلب منه يفحصها من تاني، وفي أثناء الفحص بتتفاجئ بأنها بتشوف اسم ديف قدامها، وبتشوف مع ديف نفس الكلب اللي شافته موجود معاهم في الرؤية بتاعتها، وبتكتشف إن ده الكلب بتاعه في الحقيقة. وبيعرف ديف إنها بتخاف من الكلاب بسبب حادثة قديمة حصلت لها، وبيعترف لها إن هو كمان بيخاف من أكل الشارع لأنه حصل له تسمم بسببه وهو صغير، وبيقترح عليها تجرب تواجه خوفها وتتغير، لكنها بترفض وبتقول له إنها ما بتحبش التغيير وبتمشي. وتاني يوم لما بتركب العربية عشان تروح شغلها بتتصل بيها مية وبتطلب منها توصل ولاد أختها للمدرسة لأن عربيتها تعطلت فجأة، وبعد ما بتاخدهم بيتصل بيها ديف وبيطلب منها توصله معاها للشغل، وفي طريقهم بيغني مع الأطفال زي ما حصل في الرؤية اللي شافتها. وبعدها بياخدها ديف عشان تتغلب على خوفها من الكلاب، وبيجيب لها مجموعة كبيرة من الكلاب الصغيرة فبتنسجم معاهم وبيقضوا وقت جميل سوا. وفي أثناء التصوير بيحرجهم زميلهم بروس لما بيلمح إنهم معجبين ببعض، فبتروح غوين لمية وبتعترف لها إنها حاسة بمشاعر ناحية ديف، وبتبلغها إنها رشحت ديف لوظيفة جديدة، وبتتحجج بإنها عملت كده عشان مصلحة شغله. فبتقول لها مية إنها عملت كده عشان تبعده عنها لأنها دايماً بتخاف من تغيير خططها ومش هتقدر تسيب أليكس بالرغم من إنه مش الشخص المناسب ليها. وبتواجه غوين مشاكل في التعامل مع المخرج البديل لديف في التصوير، وبتحاول إنها تقضي وقت أكتر مع أليكس وتقرب منه من تاني، لكنه بيفاجئها بإنه هيسافر برا المدينة عشان يعمل انترفيو لشغل جديد، وبتبقى قاعدة زهقانة فبتقرر إنها تروح تشوف فيلم في السينما، وهناك بتقابل ديف بالصدفة. ولما بيسألها عن السبب اللي خلاها ترشحه لشغل بعيد عنها بتقوله إن ده الأحسن لمستقبله، بيقول لها إنه دايما كان شايف مستقبله معاها، وبعدها بيعتذر لها وبيقول لها إنه كان بيقصد على مستقبله المهني، وبيبان عليهم إنهم هما الاتنين بيحبوا بعض ولكنهم بيتفرقوا من غير ما حد فيهم يصرح للتاني. وبيتصل أليكس بغوين للمرة الأولى لكنه بيكلمها عشان يطلب منها تساعده في ملف لشغله، فبتبدأ تشتغل عليه، لكن مية بتيجي وبتصر عليها إنهم ينزلوا، فبتنزل معاها وبيروحوا مطعم وبيكتشفوا إن كل زمايلهم في الشغل موجودين فيه، وبيتفاجئوا بإنها بتوافق تقعد معاهم على عكس طبيعتها زمان، وبيتفقوا إنهم هيلعبوا لعبة الأسئلة العامة، فبتفوز عليهم غوين، وبيظهر إن ديف كمان معاهم في المطعم وبيتحداها في جولة أسئلة عن كرة القدم. ولما بيبدأوا بيلاحظوا كلهم التغيير اللي حصل لغوين وإنها بقت بتتصرف على طبيعتها أكتر وهي مع ديف، وبعد ما بيخلصوا بتروح معاه وبتطلب منه هو كمان يتغلب على خوفه معاها، وبياكلوا سوا من أكل الشارع. وبتتضايق غوين لما بتعرف
إنه مش هيشتغل معها من تاني بسبب التزاماته بشغله الجديد، وبتفضل تقلب في صورهم مع بعض وبتحس إنها بتكون مرتاحة أكتر وهي مع ديف عكس وجودها مع أليكس، فبتروح تطلع باقي البسكوت اللي جابه لها وبتحط فيه عود من الكبريت وبتتمنى لو تقدر تعرف إيه اللي المفروض تعمله. ولما بتروح شغلها بتعرف إنهم مستنيين مخرج تاني عشان يساعدهم في التصوير، وبتكتشف إن المخرج التاني هو ديف، وبتتفاجئ بإنه بيقول لها إنه عارف هي بتفكر في إيه، وبيبلغها إنه مش ناوي يخرب علاقتها بأليكس وإن اللي بينهم مجرد شغل مش أكتر. وبعدها بيتمشوا مع بعض وبيقع ديف في التلج، ولما بتحاول تساعده بتقع معاه وبيبدأوا يتقربوا لبعض، لكنهم بيبعدوا بسبب إحراجهم من وجود بروس. وبالليل بتحكي له غوين عن القايمة بتاعتها وعن تخطيطها لكل حاجة في حياتها، فبيعرضها ديف وبيحكي لها عن اليوم اللي اتحرق فيه بيتهم وهو صغير، وبيقول لها انه اتعلم من اليوم ده انه مهما فقد اشياء مهمه هيقدر يستمر في حياته بوجود الاشخاص اللي بيحبهم وبالاستمتاع بالامور البسيطه اللي بتحصل له. وبيلاحظ ان غوين بردانه فبيدفيها بالكوفيه بتاعته، وبتفتكر انها نفس اللي كانت لابساها في الرؤيه بتاعتها. وفي اثناء ما هما بيتكلموا مع بعض بينضم ليهم زوجين وبيقعدوا معاهم، وبتكتشف غوين ان النهارده عيد ميلاد ديف، فبتولع في قطعه من المارشميلو وبتطلب منه يتمنى امنيه، فبيقول لها انها اكيد عرفت امنيته وكانوا على وشك إنهم يعترفوا البعض بحبهم، لكن بتجيلها رسالة من أليكس وبتعرف إنه جاي لها في المكان اللي هما فيه، فبتبلغ ديف إنها لازم تتكلم معاه الأول، وبتتكلم مع مامتها وبتعرف منها إنها ارتبطت، فبتسألها إزاي قدرت تجازف من بعد تجربتها القاسية مع باباها، فبتقول لها مامتها إنها أكيد خافت من البداية، لكن إحساسها بالسعادة خلاها تقدر تغير خططها وتقرر إنها تعمل الحاجة اللي بتفرحها. وبتقابل بعدها أليكس وبيبلغها إنه اتقابل في الوظيفة اللي خارج المدينة، وبتتفاجئ بإنه بيعرض عليها الزواج عشان يسافروا سوا، لكنها بترفض عرضه وبتقرر إنها لازم تتجرأ وتبدأ في تغيير خططها زي مامتها. وبتروح لديف فبتعرف إنه مشي لأنه شافها وهي بتلبس الخاتم وظن إنها وافقت على عرضه، وبتلاقيه بعت لها رسالة بيبلغها فيها إنه اعتذر عن الشغل وبيهنيها لإنها قدرت تحقق هدفها اللي كانت مخططة له. وما بتعرفش غوين تتواصل معاه بعدها لأنه بيبقى عامل حظر لمكالماتها ورسائلها، فبتروح للمطعم اللي تقابله فيه وبتعرف إنه لسه ماشي من شوية، فبتروح للسينما ولما ما بتلاقيهوش بتشوفه في الحديقة المخصصة للكلاب، وبتتغلب على خوفها عشان تقدر توصله، وبتبلغه إنها ما وافقتش على عرض أليكس لأنها اكتشفت إن التخطيط ما خلاهاش سعيدة في حياتها وإن سعادتها هتبقى معاه هو، وبتعترف له إنها احتاجت لوقت كبير عشان تعترف لنفسها بحبه، فبيعترف لها ديف إنه حبها من أول مرة تقابله فيها وإنها البنت اللي طول حياته كان بيتمنى يقابلها. وبتمر سنة وبيحتفلوا سوا بعيد ميلادها في بيت مامتها، وهناك بيعرض ديف عليها الزواج، وبعد مرور 10 سنوات بيكون معاهم 3 أطفال وبتتحقق الرؤية بتاعتها. وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة. ما تنساش لو مش مشترك في القناة يلا اشترك وفعل الجرس عشان توصلك كل ملخصات HD فيلم.